شنو تشعر وقت تخدم وانت ترى ولدك والا بنتك في رعايه شخص اخر معظم ساعات اليوم؟ بين سير واحد مش قاعد متحير شويه على صغيره، اما هاكم ميم واحد معناتها يخدم لازم جبالي انه يحط صغيره في مطرح يكون مرتاح له مطمئن له مع بيرسونيل ثقه. حاجة ضرورية توا انه كل انسان ما يخلي صغيره معناتها والبيبي نتاعه في اي كريش، كان معناتها ما يكون متأكد على الأقل انه تبدا عندها رخصتها وامورها مضمونة والكادر اللي يخدم فيها يكون مؤهل، معناتها على الأقل يضمن أبسط الضروريات لصغيره. بالحق كي نقول لك نطمئن على صغاري هوني نطمئن على صغاري هوني. من جميع النواحي، سواء من ناحيه الراحه النفسيه، الراحه بارتو، كل شيء نتمنى عليهم، في ماكلتهم، في نظافتهم، في نومهم، في لعبهم، في تكوينهم سورتو. انا نخدم فاصون كي نخلي ولدي ونبدا مطمئن عليه وهو يسيبانوي معناتها مرتاح، ونفسانيا كي يجيك فرحان العشيه صغيرك والتراكونت معناتها كسكيلا في افيك جوا، انا سيغتانمون نكون مرتاحه وحتى خدمتي نعدي نهاري معناتها معناتها مطمئنة. أنا مطمئنة يعني دونك يعني الحضانة هيك اخترتها أنا، يعني درت بريتو في قداش من بقعة ومن بعد اخترت البقعة اللي أنا حسيت بروحي مرتاحة من جميع كيكوسوا من ماكلة من النظافة من كل شيء من يعني اللونتوراج نتاعهم هما. في الحقيقة هو في رعاية شخص آخر من أسرة تربوية ماهوش من الشارع، والعناية اللي لقيناها احنا في الأشخاص هذوما والثقة نتاعنا في الأشخاص هذوما والتجربه نتاعنا لانه هذا مش اول صغير هي اللي خلتنا باش انه نخليو لهم الامانه هذه. خايفه شويه اما الروضه هذه باهيه تلفاصون نطمئن على صغيري لنا فهمت، فما نظافه باهيه لي ماتريس سون تري بيان فهمت. ولدي يقعد في الروضه نبدا مطمئن عليه خاطر روضة ياسر باهية وهذه سورتو الروضة هذه أنا تعجبني ونرتاح إنه نحط صغيري هنا. تو ديبون انت والبلاصه اللي مش نخليوها فهمت، احنا سانسيرمون روضه النعيم هذه مطمئنين بها، لونكادرومون حلو برشا معناتها سانسيرمون معناتها مطمئنين عليه كو معناتها نمشي وانا مطمئن. الشهريه اللي تاخوها تزيك ضروريات العائله والا تمشي في التنقل والمصروف وتبش الخدمه والحضانه والى غير ذلك؟ انا ما تلزيت خرجت كل شيء لما يعني ساتيسفي سينو ما تلزيت باش نخرج نخدم. لازم صغير يكون مرتاح نفسانيا، هيك الحاجه اهم حاجه قبل التعليم، سي لا بسيكولوجي دو لانفون افون تو، وبعد يتعلم هو سيغتانمون معناتها التعليم خاطر فما دي زوبجيكتيف معناتها سكولير او ميم طون. والشهريه بون كل قدير على قدره، سي فري سي كوتا، مي انا بالنسبه لي قدام راحت صغيري و دونك ما يسالش. تزازي واحد كي ماذا بيه وفر لصغيره كل شيء، مهما بارون مش يوفر لصغيره سوى ضروريات ولا الكماليات اللي في وقتنا توا تنجم تقول ولات كماليات لكن هي من الاساسيات. احنا توا بالنسبه للموضوع هذايا هي ضروريات الحياه هي التي اصبحت تتحكم في الامور الماديه اكثر منها حاجه اخرى. بيان سير ثم بارتي كبيره ماشيه للصغار ومصروفهم ولبستهم وماكلتهم، اما كوميم لازم واحد يعرف كيفاش يتصرف، كيفاش يحط ميزانيه باهيه، باش نجم يكون. ولا يا صحيح معناتها الضروريات نتاع الحضانه معناتها تاخذ في مصروف كبير صحيح، لكن معناتها كل انسان ظروفه تجم تقول انا معناتها كتجربه شخصيه معناتها تكفيني فهمت الحمد لله يا رب.